الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعًا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين برحمتك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، عنوان خطبة اليوم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله العظيم أن يكتبنا في تلك النسبة المكرمة، في تلك النسبة المشرفة. والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وردوا في القرآن الكريم، أو ورد ذكرهم في القرآن الكريم غير مرة. أهل الاستقامة: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، إلى آخر الآيات. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، قال تعالى: سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا بالله فمن اتبع هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هناك أصناف وردت في القرآن الكريم عبر الله عنهم أن هؤلاء لا خوف عليهم في الدنيا ولا يحزنون يوم القيامة. وحتى ألملم الموضوع، وحتى لا يكون كلاما يعني في أكثر من جهة، أريد أن أسأل سؤالا. كثير منا تمنى أن يكون غنيا، وقليل منا تمنى أن يكون طيارا مثلا، أو طبيبا أقل يعني نسبة، أو مهندسا، أو تاجرا، أو إمام مسجد يعني نسبة متفاوتة. لكن من منا تمنى وأراد وأحب وتشوف وتشوق أن يكون وليا لله؟ أما قال الله عز وجل في سورة يونس: ألا، وألا في اللغة العربية أداة حظ وتنبيه، يعني كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفت الانتباه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ حلهم لنا. الذين آمنوا وكانوا يتقون. فاخترت أن أتحدث عن هؤلاء الذين ينبغي علينا أن نتمنى أن نكون في نسبتهم عن أولياء الله. فمن هو الولي؟ هل الولي كما هو معلوم عند كثير من الناس، وهذا خطأ وخطل، أن الولي هو من جلس معتكفا في داره، أو معتزلا في غاره، أو لبس ثوبا ممزقا، أو اعتزل الناس؟ هل هذا هو الولي؟ لا. هل الولي هو الذي يجعل لنفسه إشارات وأمارات وعلامات مختلفة عن الناس؟ لا. الولي لخصه الله عز وجل بكلمتين في القرآن الكريم: آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وكانوا يتقون. وأبو عثمان الصابوني، وهذا من أكابر العلماء وأول من أطلق عليه لفظ شيخ الإسلام، يقول: الولي هو الذي يفعل الأوامر ويجتنب النواهي. اختصر القضية بكلمتين. لكن إن رجعتم إلى تفسير هذه الآية وجدتم كلاما بديعا لحبر هذه الأمة، أردت أن أجعله ورقة عمل خطبة اليوم، وهو كلام نفيس بديع لسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، إذ يقول: ثلاثة
من كن فيه استحق ولاية الله. لكن قبل أن أدلف إلى شرح هذه الكلمة، ما معنى الولي أولا؟ في اللغة الولي تعني الحبيب، أو تعني النصرة، تعني التأييد، معاني كثيرة. لكن في الشرع الذين آمنوا وكانوا يتقون فقط، مؤمن وتقي. فابن عباس لخص هذه الآية بقوله قال: ثلاثة من كن فيه استحق ولاية الله، عناية الله، حماية الله، كان من أولياء الله. أولا قال: حلم أصيل يدفع به سفه السفيه. أولا حلم أصيل يدفع به سفه السفيه، يعني أفصلها تفصيلا لا بأس به. ثانيا ورع صادق يحجبه عن الحرام، ورع صادق يحجبه عن الحرام. ثالثا وأخيرا مدارات يداري بها الناس من أجل دين الله. هذه الأشياء الثلاثة من كان متحققا فيها أو من كانت متحققة فيه كان من أولياء الله. أول هذه الصفات التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قال: حلم أصيل يدفع به سفه السفيه. ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ معنى هذا الكلام أنه ما ينبغي على الإنسان دائما همه الوحيد، الهدف الأساس والرئيس في حياته، أن ينتقم لنفسه وأن ينتصر لنفسه، وسأرد الصاع صاعين، وسأرد الكلمة كلمتين، و لا أبدا. الموفق الذي يكون من أهل الولاية يترفع عن هذا، لا ينتصر لنفسه، بل كما جاء في الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والآية قبل الحديث: إن الله، في سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ألا تكفي هذه الآية أيها الإخوة؟ هذه الآية تغني عن شهوة الانتقام. وقرأت مرة في كتب الأدب العربي أن الانتقام، وأن الثأر صيغة كسولة للانتقام. الثأر صيغة كسولة للانتقام، لا تنتقم، كن صاحب حلم أصيل تدفع به سفه السفيه حتى تكون من أولياء الله. وقد يقول قائل: يبدو هذا الكلام كلاما مثاليا في زمن يعني كثر فيه السفهاء، وإذا لم تكن ابن زمانك تمادى عليك السفهاء، وكما يقال بين معترضتين ظنوا أنك ضعيف ويعني حائطك مائل أو منخفض. هذه الكلمات التي هي كلها من تسويق الشيطان، لا علاقة لدين الله. المؤمن صاحب ثقة بنفسه، الله يأخذ الحق. قبل أيام أخبرني بعض الكرام، يعني الآن حضرتني هذه القصة، دفع رعبون يعني دفع ثمن لمكتب عقاري، ثمن بيت، دفع مبلغ جيد يعني. ثم لما جاء إليه يطالبه بهذا الثمن البسيط، يعني دفع الدفعة بهذا المكتب وما تمت الصفقة وخالف الشروط، قال له: لا شيء لك عندي. كيف؟ قال له: ما أعطيتني ورقة. فمن كان مع هذا الرجل كيف وكذا، ولا بد أن نذهب إلى المحامي. فقال كلمة بديعة، قال: هو أخبرني، تركته لله، تركته لله. كلمة قد يسخر البعض منها، يعني هذا ضعف، تركته لله، تركته لله. هو يخبرني بعد أقل من أسبوع المكتب عينه نفسه ذاته يتصل به ويتفاوض معه حتى يرجع إليه جزء من المبلغ، لأنه كان هناك صف. المهم ما نام الرجل حزينا، وإنما ترك الأمر لمن؟
سلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك. إذا سلم الإنسان أمره لله بحلم أصيل يدفع به سفه السفيه. ابن 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه وأرضاه عليه سلام الله يخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه رجل سفيه يقول له بمنتهى إساءة الأدب: يا فاسق، يا فاجر، يا كلمات بذيئة جدا جدا، ولا يرد عليه الإمام أبدا. فلما انصرف قال له: تعال تعال، هل قلت في أشياء ويمكن أن أزيدك على هذا أكثر من ذلك؟ تعجب، قال له: أنت قلت في أشياء، أنا يمكن أن أخبرك بأشياء أكثر عن هذا. فأخذ ينكب ويقبل يديه ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك ابن رسول الله. هذه أخلاق الأولياء إخواني، يدفع حلم أصيل يدفع سفه السفيه. الآن واحد منا بالسيارة لا يتحمل من يضايقه في الشارع، لنكن صرحاء، زوجه يعني أتاه العذر الشرعي، عندها مشكلة نفسية، عندها قضية مع الأولاد متخاصمة، يعني يجب أن تتحملها. أما بمجرد أن تخطئ: يا لطيف، الطلاق رشا ودراكا، طا 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 طا، أو كلمات بذيئة. ثم يسأل: أذن الجمعة؟ متى صلاة الجمعة؟ يخرج من البيت وقد كسر بخاطر هذه المرأة المسكينة وسبها وسب أباها واواوا، ثم بعد ذلك يأتي يصلي. ما هذا؟ هل هذا من أولياء الله؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. غالية، تحتاج إلى ثمن غالي أيضا. يقول: من أراد أن يكون من أولياء الله أو من كانت فيه هذه الصفات استحق أن يكون من أهل الولاية، أولا حلم أصيل يدفع به سفه السفيه. الإمام الشافعي له أبيات جميلة يقول: يخاطبني السفيه بكل قبح وأبى أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وأبو يزيد البسطامي يقول: أيها الإخوة، إذا أردت أن تعرف خلق إنسان فأغضبه. وبالشام يقولون يعني إما أن تحرك طاقة تسمى طاقة في اللغة العربية وتسمى باقة، إما أن تحرك طاقة ورد فحأريجها، أو تحرك باقة ورد، وكلاهما صحيح، وإما أن تحرك مياها آسنة خرج ريحها ونتنها. تعرف هذا من خلال هذا الخلق، تركته لله. إذن حلم أصيل يدفع به سفه السفيه، هذه أول صفة من أراد أن يكون من أولياء الله. ثانيا، هذا كله من القرآن الكريم، ثانيا: ورع صادق. وهذا قيد هام ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. ورع صادق، يعني بعض الناس يتورع ليس لأنه ورعه صادق، يتورع لأنه لا يستطيع أن يصل إلى الحرام، لكنه لو وصل إلى الحرام ما كان متورعا. يعني يقولون بين معترضتين، لأنه ما بيصح له، لا يستطيع أن يصل إليه. لذلك بعض الأدباء ينعى على المسلمين أو على بعض المسلمين أو على كثير من المسلمين، يقول: العفة، وهذا كلام مردود على صاحبه ولا أريد أن أذكر اسمه رحمه الله، يقول: العفة تتولد من الحرمان. يعني الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الشيء فيظهر تعففا. لا، المؤمن أمامه الطعام وأمامه الشراب وأمامه أهله من كان متزوجا في نهار رمضان، ويترك هذا كله ابتغاء وجه الله، لا يمنعه أحد، يمكن أن يأكل لا يراه أحد. فهذا مردود على من يقول العفة تتولد من الحرمان. لا، المهم ورع صادق. ما معنى ورع صادق؟ الورع هو ترك الحرام فقط، كلمتين، كلمتان، الورع ترك الحرام. لكن الورع قال العلماء له ثلاث درجات: درجة دنيا أقل درجة، وهي أن تترك الحرام الواضح كأكل الربا مثلا، كشرب الخمر، كأكل أموال الناس بالباطل، هذا واضح لا يحتاج، يعني هذا أقل درجات الورع ترك الحرام. ثانيا، هناك مسافة
ويعني مساحة بين الحلال وبين الحرام تسمى شبهة. هذه الدرجة الوسطى من درجات الورع. يتركها الإنسان. يقول ابن مسعود رحمه الله تعالى يقول: لأن أترك درهما من شبهة، درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بستمائة ألف درهم. يعني هو يترك درهم من شبهة. المرحلة العالية العالية، الدرجة العالية من درجات الورع، هو يترك الحلال خشية أن يقع في الحرام. يقول سيدنا عمر: كنا نترك 19 الحلال حتى لا نقع في الحرام. طبعا هذا الكلام يكاد يصل إلى أفق الملائكة. اللهم أكرمنا وألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين. إذن أولا حلم أصيل يدفع به سفه السفيه، ثانيا ورع صادق يحجبه عن الحرام. ما معنى الورع هنا؟ الورع إخواني لما يأتي الإنسان مثلا أمامه أموال كثيرة ولا رقيب ولا حسيب عليه إلا الله، هنا يأتي القرآن الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن مباشرة انتهت القضية، يعني لا يجد مكابدة، لا يجد معاناة. الخمر خمر، حرام حرام، انتهت القضية. يعني لا يريد أن يجادل، لا يعني الورع لا يجادل. الورع إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا هو الورع. أما الذي يتألم ويتعذب هذا ليس ورعا. الورع مباشرة حرام حرام، لكن بأدب دون أن يزاود على الناس. يعني بعض الناس مثلا عنده همة في العبادة، عنده همة في اجتناب الشبهات، ما ينبغي عليه أن يزاود على الناس حتى لا يحبط عمله. يعني مثلا إنسان يخلط بين هذا وذاك، وإنسان ورع، ما ينبغي أن يتاجر على الناس: أنتم فعلتم كذا وأنتم لا. أولا هذا يفخر بعمله ويتباهى بعمله، ما يليق. والداعي إلى الله ينبغي أن يتكلم بأدب مع الناس وبينك وبينهم، وتنصحه، تذكر أحوال الصالحين دون أن توجه بشكل مباشر. حتى كنا لما درسنا أساتذتنا الأكارم الخطابة قال: يا بني عندما تخاطب الناس استخدم ضمير الغائب، لا تقول أنتم، هذا لا يليق لا في أدب الخطاب الدنيوي ولا في خطاب الله عز وجل. إذن ثلاثة من كنا فيه استحق الإنسان فيها ولاية الله عز وجل: أولا حلم أصيل يدفع به سفه السفيه، ثانيا ورع صادق يحجبه عن الحرام. والورع ثلاث درجات: الدرجة الدنيا ترك الحرام الواضح الربا إلى آخره، ثانيا الدرجة الوسطى هي ترك الشبهات، الدرجة العليا ترك الحرام، ترك الحلال حتى لا يقع في الحرام، وهذه الدرجة العليا. ثالثا وأخيرا، وهذه نقطة هامة جدا، من أراد أن يكون من أولياء الله أن تداري الناس. المداراة، المداراة إخواني أمر عظيم جدا، أمر الله به نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أمرني ربي بمداراة الناس صلى الله عليه وسلم. المداراة غير النفاق. النفاق المداهنة، المداهنة تبذل الدنيا، تبذل الدين من أجل الدنيا، هذه مداهنة. نحن شعرة في صدركم يا سيدي، نحن حسنة من حسناتكم أنتم وأنتم. يأتي مدير الجديد يكتب له قصيدة في الإيميل: أنت الذي أشرقت الشمس، أنت شمس، أنت قمر، أنت نور فوق نور. خرجت شائعة أن هذا المدير سيأتي مدير آخر لا يرد على جمعة مباركة، صح؟ هذه مداهنة، لا علاقة لها بموضوعنا. الحديث عن المداراة، المداراة إظهار المليح واستبطان القبيح من أجل الدين الصحيح. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قد تجد إنسانا مسيئا من حيث فعله فتتحمل إساءته من أجل أن تروضه وأن يدع وأن يجعل وأن يضع
قدمه وعربة حياته على السكة الصحيحة، لكن تتحمل وأنت متألم أن تظهر المليح وتستبطن القبيح، أنت منزعج من أجل الدين الصحيح. هذا وقع مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرة كان جالسا في البيت، طرق الباب أحد الناس: من فلان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. ثم فتح له الباب وهش له: أهلا وسهلا. الذي يرقب الموقف كله سيدة عائشة، وتريد أن يذهب وأن ينصرف الضيف حتى تسأل ما هذا. فلما انصرف: يا رسول الله، قلت بئس أخو العشيرة، ثم هششت له وبششت واستمعت إليه، ما هذا؟ قال: يا عائشة، إنا لنهش بوجوه أقوام وقلوبنا تنعنهم. يا عائشة، إن شر الناس من داراه الناس اتقاء شره. فأنت تظهر أحيانا، تتحمل الإساءة من أجل الدين وليس من أجل المصالح الشخصية. سأضرب قصة موجودة في كتب التاريخ، يمكن أن ترجع إليها، بين معاوية بن أبي سفيان وبين عبد الله بن الزبير. معاوية بن أبي سفيان كان عنده عبيد، وعبد الله بن الزبير كان عنده أرض في المدينة. عبيد معاوية دخلوا على أرض عبد الله بن الزبير فخربوها، فغضب عبد الله بن الزبير غضبا شديدا، وكان معاوية أمير المؤمنين، كان يعني كان قويا، كان الحاكم. فكتب عبد الله بن الزبير، قال: من حواري رسول الله، من صلى الله عليه وسلم، من ابن أسماء ذات النطاقين، من الكريم ابن الكريم، إلى الطليق ابن الطليق، إلى ابن هند آكلة الكبود، إما أن تخرج عبيدك وإما كذا وكذا. رسالة قمة يعني تثير الحنق، لا أريد أن أقول أكثر من هذا. فلما وصلت الرسالة إلى معاوية دفعها إلى ولده يزيد: ما رأيك؟ قال: رأيي أن نجهز له جيش، أوله في الشام وآخره عنده في المدينة. قال: لا لا، ليس هكذا. أخذ وكتب من معاوية إلى حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الكريم ابن الكريم: إن عبيدي عبيدك، وإن أرضي أرضك، وافعل ما شئت، وإن شئت زدتك على ذلك. لاحظوا إخواني، لما وصل قرأ الرسالة، عبد الله بن الزبير أرسل إليه من عبد الله بن الزبير إلى أمير المؤمنين: بارك الله فيك ووفقك إلى هذا الأمر الذي جعلك فيه في قلوب الناس وأولاك الناس محبتهم. كلام. ثم قال ليزيد، هنا الشاهد: يا بني، بهذا يسود الناس، بهذا يسود الناس. يعني عندما تضبط انفعالاتك، عندما تتحمل الإساءات من أجل الدين وليس من أجل المصلحة الشخصية. انتبهوا إخواني، يعني المصلحة الشخصية هذا نفاق، إظهار المليح، استبطان القبيح وإظهار المليح من أجل الدين الصحيح، هذا اسمه أو هذا اسم المدار، هذه المدارة. إظهار المليح واستبطان القبيح من أجل الدنيا اسمه عين النفاق، هذا منافق. فقط من أجل مصلحة شخصية ممكن أن يكون مركبا، ويمكن أن يكون منسفحا، ويبيع كرامته ويبيع ماء الحياة من أجل أشياء، يبيع دينه، يبيع عرضه، يبيع كل شيء، القيم لا قيمة لها، من أجل هدف واحد هو المال. هذا لا أتحدث عنه، بل إن المنافقين كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. اللهم يا حي ويا قيوم، اجعلنا من أوليائك، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى، وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله،
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأجلس معكم إن شاء الله تعالى بعد الخطبة في درس الجمعة لأتوسع في هذا الموضوع. وقبل أن أبدأ بالدعاء تذكرت حكمة جميلة تقول: مجابهة السفيه، وأنتم كرامة، مجابهة السفيه سفاهة. فلنترفع ولنذكر قول الله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما. توجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم وسلوا ربكم حوائجكم إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في كل ما أنعمت به علينا واجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم أعط كل واحد منا سؤله واقض لكل واحد منا حاجته. اللهم اقض لكل واحد منا حاجته يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا كاشف المهمات، يا شافي الأمراض، يا دليل المتحيرين، ويا غياث المستغيثين. أجب دعاءنا، اشف مرضانا، تقبل دعاءنا برحمتك يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد.